بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنات طالبات مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات صف 11 أدبي المادة تاريخ. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. بناتي طالباتي، ننتقل إلى قيمة الشهر التميز، قيمة الأسبوع أفتخر كوني مسلمة. طالباتي، صفات شخصية التميز: عشق العمل، الصدق، حساب النفس. كوني طالبتي عالية الهمة، لا ترجي بغير القمة. نبدأ. ما العلاقة بين الموارد الطبيعية في القارة وقيام الأنشطة الاقتصادية؟ سبق أن درسنا. تمام، كلما زادت الموارد الطبيعية تنوعت الأنشطة الاقتصادية. هيا بنا طالباتي نتذكر أنماط الزراعة في القارة الأفريقية. ها، سبق أن تعرفنا عليها. من تقوم بتذكرتها؟ تمام، زراعة كثيفة، زراعة علمية، وأيضا زراعة بسيطة. هنا عددي أنماط الزراعة في أفريقيا. نستكمل درسنا اليوم وهو الأنشطة الاقتصادية في القارة الأفريقية. بعد أن تعرفنا عن أنماط الزراعة، سوف نقوم بدراسة أنواع المحاصيل أو أهم المحاصيل الزراعية في قارة أفريقيا. طالباتي، الأهداف أن تصنف الطالبة المحاصيل الزراعية في قارة أفريقيا، أن تفسر المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية في قارة أفريقيا، أن تقترح حلول للمشكلات التي تواجه القارة. المحاصيل في قارة أفريقيا، تتنوع المحاصيل في قارة أفريقيا حيث تنقسم إلى محاصيل غذائية، محاصيل الألياف، محاصيل تجارية. سوف نتعرف على المحاصيل الغذائية وهي القمح، الأرز، الذرة. محاصيل الألياف تتمثل في القطن. محاصيل تجارية: قصب السكر، الشاي، البن. بعد أن نظرنا إلى الشكل البياني، نلاحظ أن يزرع الأرز بكميات قليلة في قارة أفريقيا. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تربة طينية قليلة المسام لا تتوفر إلا في دلتا النهر. أيضا إنتاج القمح يعتبر قليل، وذلك بسبب عدم استخدام القارة للأساليب العلمية في الزراعة. ولا يكفي لإنتاج حاجة السكان، وتعتبر مصر أولى الدول في إنتاج القمح. يستخدم الذرة كغذاء للإنسان وعلف للحيوان، وتعتبر مصر أولى دول القارة في الإنتاج. هنا طالباتي، من خلال الرسم البياني نلاحظ أن نسبة الأرز 1.5%، أكبر المحاصيل إنتاجا في القارة الذرة تمثل 5%. علينا بقراءة وتحليل الرسم البياني لنعرف إجابة الأسئلة. ننتقل طالباتي إلى المحاصيل الألياف. يعتبر أهم محصول من محاصيل الألياف هو القطن. أين يزرع القطن؟ في المناطق المدارية المعتدلة. كم تنتج القارة منه كما موضح لنا في الشكل؟ 8%. ورغم ذلك يعد محصولا رئيسيا. لماذا؟ لأنه يدخل في ضمن التجارة العالمية نتيجة تصديره لخام دون تصنيع، وطبعا هذا يؤثر على اقتصاديات القارة، تمام، ويسبب لها تكلفة عالية. أولى المركز أو تحتل مالي المركز الأول، تمام، على مستوى القارة في إنتاج المحاصيل التجارية. من خلال هذا الرسم نلاحظ أن زيت النخيل من أكثر المحاصيل التجارية المنتجة في القارة وينتج في نيجيريا. أيضا تحتل القارة المركز الأول في إنتاج الكاكاو، ويتم زراعته في المزارع العلمية، وتصدر معظم الإنتاج للخارج. غانا أولى الدول، أثيوبيا أولى الدول في إنتاج البن، فهي الموطن الأول لزراعته، ويعتبر خامس منتجا، يبقى أولى الدول أثيوبيا. كينيا أولى الدول في إنتاج الشاي، ويتم تصدير معظم الإنتاج بينما تستهلك قليل منه. تعد مصر أولى الدول في إنتاج قصب السكر. يبقى هنا أولى الدول في إنتاج الكاكاو غانا، أولى الدول في إنتاج البن أثيوبيا، أولى الدول في إنتاج الشاي كينيا، أولى الدول في إنتاج قصب السكر مصر.
عليك بوضع خطوط تحت هذه العبارات. هل يوجد لدينا محاصيل أخرى؟ نعم، تنتشر أفريقيا محاصيل أخرى مثل المطار، وتعتبر أفريقيا المركز الثاني بعد آسيا، والفول السوداني 35% من الإنتاج العالمي، تمام، والفاكهة المعتدلة في شمال أفريقيا والاستوائية تعتبر في وسط القارة. طالباتي، من تعرفنا عن المحاصيل التجارية والمحاصيل الألياف والمحاصيل الغذائية، عرفنا أن القارة لديها مشكلات تواجه التنمية الزراعية في قارة أفريقيا، وهي 1- لا يزرع سوى 10% من إجمالي المساحة القابلة للزراعة في قارة أفريقيا. طالبتي، عليك بفتح الكتاب صفحة 123. لا يزرع سوى 10% من إجمالي المساحة، نكتب هنا لماذا أو بما تفسري؟ بسبب التذبذب في الأحوال المناخية، 1- مشكلات الفيضان والسيول والجفاف وزحف الرمال. هيا بنا لنتعرف على ما المقصود بزحف الرمال. هو نوع من أنواع التصحر يحدث نتيجة حركة الرمال باتجاه الأراضي الزراعية، تمام؟ طيب، 2- انتشار الأنماط الزراعية البدائية في معظم مساحات القارة، واقتصار الزراعة العلمية على أجزاء محددة. 3- ضعف الإمكانيات المادية، لأن تواجه القارة عجز في عدم وفرة رؤوس الأموال. يبقى إذن علي بثلاث نقاط لتعريف أو لمعرفة المشكلات التي تواجه تنمية القارة: لا يزرع سوى 10% من إجمالي المساحة القابلة، انتشار أنماط الزراعة البدائية، ضعف الإمكانيات المادية. بدنا نتعرف أيضا على ما المقصود بزحف الرمال. نوع من أنواع التصحر يحدث نتيجة حركة الرمال باتجاه الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تدميرها وقلة إنتاجها. طالبتي، ضعي سؤال في فقرة التنمية الزراعية المستدامة في أفريقيا، هو اقترحي حلولا لتنمية أو لحل مشكلات التنمية الزراعية في أفريقيا. هي زيادة الإنتاجية الزراعية والدخل، المساهمة في تحقيق أهداف التنمية. كيف؟ بزيادة الإنتاجية الزراعية والدخل، مساعدة المجتمعات الريفية والمزارعين على التكيف مع تغيير المناخ، تقليص أو وقف انبعاث غازات الاحتباس الحراري. طالباتي، بذلك انتهى درسنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.